مشاهدي عبير، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من اشهر محل بيع ورق البسطيلة. اذا في اطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، جريده عبير تيحضروا اليوم وتيشوفوا هذه الاستعدادات كيفاش كتتم هذه العمليه ديال ورق البسطيلة. نخليكم التفاصيل حول هذا المادة الحيوية الأكثر رواجا في شهر رمضان المعظم. تفضل عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. اش كدير دابا؟ دابا هذه هي العجينة ديال الورقة ديال البسطيلة. واخا بالنسبة للمكونات ديال هذه العجينة؟ مكونات عندك الطحين، كدير شوية الملح والماء. وشحال تقريبا اللي كتدوز هذه؟ تقريبا شي ربع ساعة. من بعد؟ من بعد كتقسمها في بانيوش، كتخلط في بانيو كبير ومن بعد كتقسمها في بانيوش على حسب الاقبال ديال الزبائن. اي على حسب الاقبال. واخا بالنسبه لكم انتم هذه العجينه اش من المواد اللي كديروا فيها مثلا؟ واش الطحين ممتاز والطحين عادي ولا؟ الطحين الدقيق الممتاز كنستعملوا بطبيعه الحال، وكنتلقاو تأييدات من الكليون. دوز عند صاحب المحل. تفضل عليك. إذن كما كنشوفوا هذا المحل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل عليك. الله يبارك فيك. لاباس تشد. مرحبا خويا، مرحبا بكم. اليوم جريدة عبير فتحت لكم هذا المحل المعروف على مستوى مدينة سليمان. الله يكبر بك خويا. في إطار التهيئة أو استعدادات شهر رمضان، وين تقرب الزبائن حول هذه الاستعدادات أو الطريقة ديال هذا تهيئة الورقة ديال البسطيلة؟ مرحبا. هذه ورقة البسطيلة كنديروها حنا طول العام. حنا معروفين الحمد لله في سيدي سليمان، وكان اهم حاجه عندنا هي الرضا ديال الزبائن ديالنا. بالنسبه لورقات البسطيله راه كاين ديال البخار وكاين ديال هذه العاديه. المكونات فورس بالنسبه للفارين ديال حاجه مزيانه كنجيبوها من الصخيرات قليله هنا في سيدي سليمان، ولا كنديروا عليها الطلب في مرجان او كارفور. هذا اللي كاين بالنسبه للطريقه ديال العجينه. خلطت الفارينه كتخلطها بالماء والملحه فقط، وكتخليها تروبوزا واحد شويه، ومن بعد راه كتخدم بها عادي. واخا شنو الفرق بين ديال البوطه وديال البخار؟ الفرق ان ديال البخار كتكون رقيقه بزايد، يعني رقيقه بزاف، وفي نفس الوقت كتصبر. غير هو الاشكال اللي كاين انها كتشد في الخدمه ديالها، داك الشيء علاش الاغلبيه ديال الحريفيه راه كيحيدوها في رمضان وكيرجعوا يديروا هذه ديال باش نتكافاو مع الزبائن ديالنا. يعني الا درنا هذيك ديال البخار ما غاديش نتكافاو معاهم. بالنسبه للاقبال ديال هذه الورقه ديال البسطيله، شنو من الفئات اللي تيبغيو بزاف سواء ما بقاش ولا لا؟ كيبغيو ديال البخار من طبيعه الحال حيت كتصبر، واني في نفس الوقت راه ما يمكنش نديروها حيت ما كاينش كتشد ليد بزاف. عوض مثلا ما دير 10 كيلو ديال هذه العافيه، راه كديرها 2 كيلو ديال البخار. وفي حاجه اخرى بالنسبه للبخار كيشد لي سباس بزاف، ما يكفيناش المحل بحكم انه صغير شويه، ما يكفيناش اننا نديرو ديال البخار. واخا فوقاش كتبداو هذه العمليه ديال التهيئه ديال هذا الورق البسطيلة؟ كنبداو اسيدي مع 7 الصباح. 7 الصباح شنو كتوجدوا؟ من طبيعه الحال باش نتكافاو مع الزبناء ديالنا. بالنسبه للعجينه واش كتوجدوا بالليل ولا بالنسبه؟ لا كتعجنوا وكتخدم تقريبا واحد ثلث ساعه نص ساعه كنبداو فيها، ما يمكنش تعطل باش ما تحمرش، حيت هي الا حمرتش راه ما كتبقاش سهل. يعني صالحه للاستعمال. واخا بالنسبه لاكوموند ديال الزبائن، واش كيجيو يديروا لاكوموند ديالها ولا كاين الناس اللي كيجيو كيديوها سير بلاص؟ حيت عودناهم على هذه المساله هذه، ديما يعني موالفين هذه الطريقه معنا. وكاين الناس اللي ما عارفينش راه كيجيو يسولونا واش يعني واش نديروا لاكوموند ولا. وبعد الايام اللي كيكون الزحام بزاف راه الناس كيديروا لاكوموند، ما يمكنش غايجيو مثلا يديوها مباشره. واخا شنو هي الطريقة ما شاء الله اللي كدير الآن؟ طريقة احترافية هاد الطريقة. الله يكبر بك خويا، مرحبا. واخا شنو السر في هذا الإقبال تبارك الله ديال المحل؟ وخاصة الناس كنعرفوا أن هناك عدة محلات، ولكن المحل الوحيد اللي شفناه تبارك الله راه. واخويا أش غنقول لك، بلا ما يعني بلا ما نديروا نكذبوا على الناس، نعطيو الناس الحاجة اللي يستحقوها. وفي نفس الوقت أننا نكسبوا الزبناء مزيانين، هذا هو الهدف ديالنا. مرحبا. شفنا تبارك الله العمال، شفناك حل البيبان ديالك البيوت ديال العائلات، شفناك مخدم معك الدراري بزاف. شحال ديال الدراري خدامين؟ هو على حسب، دابا كاينين الناس اللي هما خدامين رسميين، وكاين الناس اللي خدامين مؤقتين. على حسب هذه المناسبة هذه كنزيدوا شوية الناس، وهذا في نفس الوقت راه
كنحمد الله ونشكروا عليه اننا نديو شويه الاجر مع الناس ومع العائلات اللي غيعيشوا معنا. هذا محل ديال الجميع ماشي ديالي انا بوحدي. واخا بغيتي واش الطريقه ديال هاد التهيئه ديال الورقه الفطيله واش طريقه كنسيه رباطيه؟ هاد الطريقه اللي كدير ماشي ديال الطريقه الاحترافيه. كل واحد وفعلا كما كيقول الاخ هذه طريقه ديالي اخترتها انا راسي والحمد لله على الناس. اول مره كنشوف واحد زعما من المدن كبيره بحال الرباط بحال فاس. مرحبا. ولكن هذه الطريقه اللي كدير ما شاء الله انا هذه هي السر ديالك في النجاح ديال الله المشاهد. يكبر بك اخويا. حتى انا راه من الناس اللي كانوا في الرباط ودرنا الزبانه من الاوائل في الورقات البستيله في الرباط ولا في الدار البيضاء انا وهاد الدري الاخ ديالي اللي هنا. وبالنسبه للسر كل واحد كيحاول انه يطور يعني الطريقه باش كيخدم هذا هو السر اللي كاين. غير كنحاولوا نطوروا اي حاجه كنديروها نطوروها ما نبقاوش هذيك المرحله اللي كنا فيها في الاول اللي تعلمنا عليها. وهاد الحرفه الورقه البسطيله ولات عندها اقبال على المستوى ديال سيمان. ربما الثقافه ديال الورقه البسطيله ثقافه جديده بالنسبه لمدينه سيمان. ما نكذبوش على الله هذه الثقافه من نهار الاول فاش دخلت لسي سليمان بحكم انني ماشي ولد هذه المدينه وفي نفس الوقت الحمد لله من ربي سبحانه وتعالى لقانا مع هاد الناس وقسم لنا طرف الخبز معاهم. ملي دخلت اول مره كان فعلا كان الفكره يعني الثقافه ديال الورقه البسطيله قليله. المهم كنحاول ما امكن الناس نوريهم الثقافه. الحمد لله حنا دخلنا على الناس وتقبلوها وهذا شرف لينا الحمد لله. من نشوفوا الاثمنه شحال الاثمنه دايرين؟ بالنسبه للاثمنه هذه 25 درهم. هاد الاحجام هادو الكبيره 25 درهم الصغيره 30 درهم. واش هذيك كتعمر فيها البسطيله ولا كتعمر فيها؟ هذيك كتعمر فيها كل شيء. كاين البسطيله ديال الحوت ديال الدجاج ديال الكفته اي حاجه ديال الماء ديال الكاوكاو ديال اللوز اي حاجه الانسان طاحت له عليها في بالو راه يعمر بها ماشي مشكل. 25 درهم الكيلو. 25 درهم الكيلو. شحال من الورقه تقريبا؟ الصغيره 30 درهم. شحال من الورقه؟ الورقه كل حجم تقريبا كاين الحجم ديال 18 ورقه كاين الحجم ديال 22 بحال هذا الحجم اللي كنخدم فيها انا 22 حبه. 22 حبه. وشوف المسائل الاخرى بالنسبه لهذه البليغه. انا تبارك الله عليك. مرحبا. انا جيت تبارك الله عليك. خذ راحتك اخويا. احنا اليوم كاعلاميين اليوم كنشتاجوا تبارك الله بالمحل. الله يكبر فيك اخويا. شرف لينا انكم حتى انتم شرفتونا اليوم. مرحبا اخويا. نزول عن طلب ديال المتتبعين. قال سيدي احنا بغينا نشوفوا النازل سي سليمان التهيئه ديال هذا الوصفات ديال الورقه البسطيله كذلك ديال الشفافيه اللي حقا بغيت تقول للزبائن ديالك وخاصه انت الحمد لله معروف. الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الزبناء كنقول لهم مرحبا بكم. المحل راه محلكم انا راه غير مسخرني الله لهم وصافي. هذا هو اللي كاين. المحل راه ديال الجميع الحمد لله والهدف ديالنا هو الثقه ديال الزبناء ديالنا. مرحبا سي مجيد. نطرح السؤال ابتسامه. مرحبا. واش مصطنعه ولا من القلب؟ من القلب. ما كنتصنعوش اخويا. حنا الحمد لله تبارك الله عليك. غنزيدو في الشبكيه. مرحبا خويا براحتك. تبارك الله عليك. درنا كما كتشوفوا الان. اذا مشاهدي عبير بو مجيد الشيخ مجيد نسميو حنا الشيخ مجيد المعروف هنا بمدينه سليمان على مستوى ملتقى الطرق ديال الشارع الزرقطوني مع شارع المؤدي الى مسجد هدى هذا قرب البنك الشعبي. اذا باش نقربوكم حول الاجواء الرمضانيه او قبل الاستعدادات الرمضانيه هذه البليغه. السلام عليكم. السلام عليكم. تبارك الله عليك. الله يحفظك. زيد اخويا. شكرا. زيد الشكر. صافي. السلام عليكم. السلام عليكم. اشنو اسمك لاباس؟ سميتي محمد الصادق من مدينه اليوسفيه. جاي انا من اليوسفيه. جاي مديبلاسي عند بو المجيد نتحركوا مع هاد العواشير هادي. خويا انا بحكم ما خدمتش عند بنادم بزاف شي 7 سنين كنخدم هاد الحرفه. السيد تبارك الله كيعطي كما كتشوف كيعطي كما قلنا الحق ديال القوام. انت كنتي كتسولوا على السر المكونات ديال هاد القوام. هاد البليغه هادي خويا كتكون من هادي فيها نص دقيق ونص دجلان فيها المسكه الحره فيها القرفه النافع بزاف ديال المكونات مخلطين في هاد البليغ هاد. وعندنا عاوتاني عندنا عاوتاني بريوه كما كتشوف. عندنا بريوه ديال الكاوكاو صاوب بريوه ديال الكاوكاو كاين بريوه ديال اللوز وكاين عاوتاني بريوه على حساب الكوموند ديال الكليان هو واش بغى اي حاجه بغى ممكن نصاوبوها. شنو الشكليه صغيره بزاف بليغات علاش كتسمات بليغه؟ على حساب الشكل ديالها شي هي دايره بحال البليغه.
وراه معجونه بالزلجلان. بالزلجلان هذه؟ هذا هو الاختلاف اللي بيكون بين المحلات الاخرين. دابا بومجيد كيعطي القوام كيعطي حقه. كل حاجه كيعطي حقها. كل حاجه كيعطيها حقها. هذا هو السر، تما ولكن تسول على السر، هو هذا السر. انه كل حاجه كيعطيها حقها وكيعطيها، فهمتي؟ كنت تقاد بواحد الحب انه هو كيبغي هاد المهنه وهادشي، يعني راه ضروري تكون السلعه ديالو زوينه، فهمتي؟ اما الحلوه، الحلوه اي واحد يقدر يصاوبها، ولكن شوف الطريقه باش غيصاوبها هو. واخا دابا بالنسبه للكيلو ديال الشيكاتيه او البليغات، شحال كتسال لكم ديال الوقت؟ شحال كتسال لكم مثلا المقادير؟ داك الشيء تقدر تسول المعلم. انا كنخدم خنشه، كنقدر نجي لها مع 8 ديال الصباح، نسالي مع 8 ديال العشيه. خدام بخير على هذا النوع ديال اللي. كاين الاقبال، كاين الاقبال الحمد لله. هذه من اختراع بومجيد. اختراع بومجيد، هذا الشيء اختراع بومجيد. انا اصلا جيت لهذا المحل هذا العام، اول عام نخدم معاه، وشفت عنده حوايج ما عمرني شفتهم في شي محل صراحه. الله ضروري ضروري. ونتمنوا التيسير وعواشر مبروكه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. اذا مشاهدي عبير، هذه هما البليغات اليوم، تنقربوا المشاهدين حول الاجواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير بخير هانيا؟ الله يبارك فيك. كيداير الامور؟ الحمد لله، الله يحفظك، بارك الله فيك. بغيتك تقربنا حول الاجواء ديال هاد الاستعدادات ديال الوطن ديال الصيف. الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. هذه راه مناسبة ديال رمضان كريم، منه تكون فاتحة خير على جميع الأمة الإسلامية. الحمد لله، حنا راه كتشوف العمل ديالنا هو واضح باين، كلشي باين، ما عندناش ما نخبيو، كلشي قدامك الحمد لله. مرحبا بالجميع. بالنسبة لكم أنتم الطريقة اللي كدير فيها هي كدير مجهود؟ الطريقة هذه طريقة واحدة الحمد لله. حنا تعلمنا في محل واحد في الدار البيضاء، والحمد لله جبنا هذه الحرفه هنا لسيدي سليمان، والحمد لله راه كاين الاقبال كما قلتي. شفنا هذه الورقه هذه مخالفه على الورقه الاخرى، شفنا التطبيقات الطريقه باش كديروا. والحمد لله، الحمد لله، هذه راه الحرفه ديال اعوام ماشي ديال عام ولا. الحمد لله الاقبال راه كاين، انت كتشوف راه كلشي قدامك، انت كتشوف الحمد لله الزبناء ديالنا راه كلشي في الحال، كلشي ناشط الحمد لله، و المحل ديالهم هذا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، الله يجازيك خير. اذا كما كنشوفوا الان السعدات شنو هذيك باش كدير الزيت؟ الزيت تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. واخا شنو الطريقه الان كدير؟ الطريقه دابا انا كيصايب السيد اسميتو كيصايب ورقه وانا كنتهن ليه مثلا باش ما تلصقش الورقه، باش تبقى ديما ملي تديوها الناس تبقى صاينه وتبقى في نفس الوقت خدامه في اي وقت، واخا مثلا تبات ولا شي حاجه يمكن الناس يمكن الناس يخدموا بها. واخا هذه الطريقه دابا ورقه مور ورقه كدير الزيت. ورقه مور ورقه باش ما تلصقش. اش من نوع الزيت؟ واش روميه بالدنيا؟ تقريبا روميه. هاي الدور ديالك انت هو كتدير؟ الدور ديالي هو انا دابا مقبل الكونطوار، مني كيمشيو الكليان كنجي كندهن لهاد السيده. الله يحفظك. شكرا، شكرا على الزياره. اسمح لي اختي، اسمح لي. شنو بقى؟ 20. هذه اخر مرحله ديال ديلو. زيدني كيلو اخر. واو. السلام عليكم. السلام. لاباس عليك. شنو الدور ديالك انت الان؟ الدور هو انه كناخذ الورقه من عند الناس اللي كيوجدوها وكنعطيوها للكليون ديالنا على حساب الطلب ديالهم واش بغاو. هي نحن اخر مرحله، لانه كنقوم بالبيع ديال المواد اللي كيصايبوها الناس ديالنا. هنا كاينين عندنا ليكيش اللي كيتصايبوا بات فيتي، وكاين عندنا لي بات بيتزا مصايبين بحوايج بلديه بحال الزعتر والفينو والطحين. كنبيعوا كذلك العسل اللي كنصايبوه يدويا براسنا، وكاين الحلويات. هذا يدويا؟ هذا كنصايبوه بسنيده والحامض. كنصايبوه بسنيده والحامض، وكنصايبوه يعني كنصايبوه للعمل، وكنبيعوه كذلك. كاينين الحلويات اللي كنصايبوها كلها، كنصايبوها. حنا اليوم جينا على البريوات. مرحبا، مرحبا. كلشي ديالك. تبارك الله. دوز من الجهه اخرى يبان لك كلشي. اسمعنا اخويا الحاج. الحجة. سيدي السلام. دابا كديرة؟ مازالش الحج. هنا عندنا عدة أشكال من المعسلات،
كاينين بريوات، كاينين سيجار، كاين شباكيه على حساب الاذواق ديال الزبناء ديالنا. كاين اللي كيبغي ديال كاوكاو ديال اللوز، وكنوفروا لهم كل شيء على حساب الطلب ديالهم هما شنو بغاو. مرحبا بكم. خاصه الان حنا بقات اسبوع ان شاء الله في هذه الاجواء، في هذا مع قرب شهر رمضان كيكون الاقبال اكثريه على الشباكيه والبريوات والورقه كذلك. هذو هما الحوايج اللي كيكون عليهم اقبال كبير في هذه الاجواء. كاين كنشوفوا الخدمه تبارك الله ميسره، كنشوفوا اقبال كبير على الورقه. اش بغيت تقول للزبائن؟ لان المحل الحمد لله معروف، اش بغيت تقول للزبائن باش يزوروا هذا المحل؟ كنقول لهم مرحبا بكم في اي وقت، وان شاء الله غنكونوا عند حسن الظن ديالكم، وغنوفروا عليكم احسن منتجات ممكنه من ناحيه لا الكاليتي، ولا انه نحاولوا نتكافاو مع يعني يكونوا عند حسن الظن ديالكم، ونوفروا لكم المتطلبات ديالكم كامله ان شاء الله. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سي عادل. السلام عليكم سي عادل. تبارك الله عليك. شكون اللي خلاك تجي اليوم هذا المحل؟ خويا خلاتنا نجي في هذه المناسبه ديال سيدنا رمضان باش نتقداو ثاني للوليدات شويه الشباكيه وشويه الوراق، والحمد لله هذا الشيء تنجيو هذا السيد من زمان، هذا الشيء زوين عنده باش يخلينا تنجيو عنده. واخا شنو الحاجه اللي عندكم اللي كنحكموا لنا في هذا المحل ديالنا؟ اكثريه هذا الشيء ديال الشباكيه وشويه الحلوى بزاف ما كاين اخويا حسن. راه تيجيبنا تقريبا كل عام تقريبا تنتقدم عنده هذاك الشيء في المستوى اخويا حسن، فهمتي؟ ما كنتش كيجيو منه. لا 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 عمر هذا صراحه، زعما صراحه من ناحيه الجوده هذه كل شيء كاين الحمد لله. دابا انت كتجي تضرب الكيلومترات لهذا المحل التجاري؟ انا تقريبا تنجي تقريبا من الحوافات تنضرب تقريبا واحد 38 كيلومتر باش تنجي وشاد النوبه باش ندي شي حاجه مليحه باش نوكل الوليدات. وكل شي حاجه الحمد لله الحمد لله هادشي زوين عدو لهاد الشيء في المستوى. بالنسبه للنظافه؟ لا تا هذاك الشيء الشيء المستوى، هذاك الشيء هو تيخلي باش دار 38 كذا بالقصيري قريب ليا وما نجيلوش تقريبا بالقصيري اي شي 10 كيلومتر. تجينا حق هذا الان الحمد لله هاد السيد شهاده حق بكل صراحه زعما وبكل تواضع بكل فخر. مرحبا بكم سيدي سليمان، ومرحبا بكم اخويا حسن، واللي بغى شي حاجه موجوده كل شيء موجود الحمد لله، كل شيء مريح والله يلا بالقلب الشابق. شكرا خويا حسن، الله يكبر فيك، الله يحفظك. اذا مشاهدي عبير بغيناكم تزوروا هذا المحل التجاري، حق اليوم اقبال كبير على مستوى هذا الورقه البسطيله، الان استعدادات كبيره قبل شهر رمضان. السلام عليكم. تبارك الله عليك. السلام عليكم. الحمد لله. شكون اللي خلاك تجي اليوم لهذا المحل التجاري؟ هو احنا مولفين كنجيو عنده الله عمرها دار سلعته نقيه كلشي زوين، جينا نديو من عنده الورقه تنجيو نديوها ديما كل عام. واخا شنو الاختلاف اللي بينه وبين المحلات التجاريه الاخرى؟ وما نكذبش عليك الله اعلم، المهم احنا مولفين هو تنجيو عنده هو. ما نقدرش. شفنا تبارك الله النظافه كلشي 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 عنده، داكشي زوين كلشي، لا هاد ديال البيتزا ولا الحلويات ولا كلشي عنده زوين. قبل ما يكون هذا السيد هذاك تكون انتم كديروا داكشي في الدار. اليوم اللي جا هذا المحل التجاري الان قرب علينا المسافات. قرب عليك المسافه. اه كتجي مثلا من ملي كتجي انت؟ من الغمريين. كتجي من الغمريين كتجي حتى لهنا؟ حتى لهنايا تناخذوا من عنده اللي بغينا وكل شيء. وعنده داك الشيء زوين عنده. الورقه ديالو زوينه الصراحه، بعدا تندير الورقه انا زوينه. الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه للشباكيه عنده بليغات داك الشيء ما داك الشيء صغير بزاف؟ كل شيء عنده زوين، عنده داك الشيء ديال الدار. اه. شيء عنده زوين. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. العيالات ماشي زورة المحل التجاري. ايوا اللي بغات شي حاجة وبغات النقا وبغات شي زوين تجي عنده. الحمد لله. الله يبارك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. إذا مشاهدي كما كان سمعتوا حقا اليوم بالدور ديالنا كنتفاجئوا بهذا المحل التجاري المتواجد هنا بملتقى الطرق، الطريق المؤدي إلى شارع الهدى مع شارع أزرقطوني. إذا إقبال كبير على ورقة الشباكية. إذا مشاهدي صوت عبير من مدينة سيدي سليمان.